من 3 سنوات تقريبا شاركنا بانتخابات الدورة الأولى، تم انتخاب مجلس نقابي ونقيب بالأطباء الأسنان، الله يجزيهم خير ويعطيهم العافية، قاموا بجهد جبار خلال الفترة الماضية. حاليا عم نشارك بانتخابات الدورة الثانية، نتمنى للمجلس النقابي الجديد أنه يكون على قدر المسؤولية وينال ثقة الجميع ويكون أهل لتطوير المهنة والسير جنبا بجنب جانب طبيب الأسنان في عياته، في محاضرات، في الندوات العلمية اللي تقام، يكون رديف وداعم لطبيب الأسنان. هي الانتخابات اللي انتظرناها من أكثر من سنة منذ انتهاء دورة النقابي الماضي، وطبعا تأخرت بسبب ظروف مختلفة، فالحمد لله اليوم بعد يعني صدور القوانين النقابية ووضع النقاط على الحروف بعلاقة النقابي مع الجهات الحكومية، فإن شاء الله رح ننطلق بدورة نقابية جديدة. الأعداد يعني 110 تم اليوم انتخاب 3 مستويات اللي هي مجلس نقابي، نقيب مسؤول عن المنطقة كلها كنقابي، إضافة لمتممين الهيئة المركزية اللي هي تمثل الهيئة العامة للأطباء الأسنان. وبعد فرز الأصوات كانت النتائج الأولية اللي هي يوجد فيها باب أيضا للطعن فيها في حال يوجد أي مشكلة أو خطأ أو شيء، 3 أيام ثم تعلن النتائج النهائية إن شاء الله. عباس الخلف، نجيب النعسان، طيب الزين، نجيب النعسان. طبعا هلا عدد الناخبين وصل تقريبا 109 من اصل 300 او 270 طبيب، 290 طبيب ل 300 طبيب، قرابه 109 اطباء اللي تقدموا للانتخاب. طبعا هذه نسبه تقديريه لسه حسبناها نوعا ما، فهي في حدود 30 او 33% في نسب الانتخابات في ظل ظروفنا وبظل الظروف اللي مرت فيها النقابه كانت صعبه شوي في المره السابقه. فيعتبر هذا العدد أو هذه النسبة من الناخبين نسبة جيدة جدا تعتبر إن شاء الله تعالى، ونعتبرها إن شاء الله فاتحة خير حتى لباقي النقابات. يعني 9 9 10 11 12 و 63 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